الله يلعنك يا مؤاخذه يا بلدكم، حقك عليا. معلش تاني مره ابقى فاتحه. طب تعالي شوف حاجه ساعه طازه على قلب ده قلب. ده برضه يا جميل اهون عليك تغرقني. صباح الخير يا معلم. يا صباح النور على البنور، يا مزوق يا ورد في عود والعود استوى. الله انت هتغني يا معلم؟ عاش اللي غنى عليك يا زوبة. طب اديني 3 كيلو بتنجان رومي يا واد. 3 بتنجان رومي من جوه يا خلف. حاضر يا معلم. اخ اخ يا ناري بالقوطه واللي بيلسعها القوطه. ليه بس؟ مجنونه وطايشه، خلت اموره زيك تشتغل، ونسوان غافر زي اللي بصطبح بيهم كل يوم ستات بيوت. سمعتك يا معلم. ما قلت لك يا زوبه نتاهل وستاتك وهنانك وجايب لك اللي يخدموكي. والثلاثة اللي عندك يا معلم؟ هدي كل واحدة ورقتها. هو ورق كرومبي يا راجل؟ اوديني يا زوبة ده أنا. بقول لك إيه؟ اوزن القوطة دي وخلي خلف يحط الحاجة هنا على موزن اللحم. من عناية يا زوبة. أهلاً 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 بست زوبة. صباح الخير يا معلم. يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا أحلى غزال. طلباتك يا جميل. 3 كيلو لحم. أنا من عناية. لا، من بيت الكلاوي. من بيت الكلاوي، من بيت الطاعة. انت تؤمر يا جميل، انت بس تقشر علي النعمة من نعمة ربنا. بحسد العجل اللي بتاكلي من لحمتها. اسم الله على مقامك يا معلم، ما يحسد الملل لاصحابه. طول عمرك بنت نوت يا زوبة، بس علي النعمة انا مديلك حتة لحمة تستاهل بقك. الف هنا وشفا يا جميل. تسلم يا معلم. كنت بتخلي يا جميل. تشكر. ايها خدمة يا ست هاني. لفتها لي على ما اجيب الخضار. مش تفسحي يا عميا؟ يوجاتك النوايا. والنبي يا اختي لو تفسحي الافندي بتاعك شويه دول بدل الكلب لا يدعيلك. اهلا اهلا بست الكل. اهلا بيك يا جنيدي. امال فين صوره الاستاذ وحيد فهمي؟ مش على المجلات دي ليه؟ هما هيحطوا لك صورته كل اسبوع ليه؟ مفيش غيره ياكل عيش. وهي المجلات بيبقى لها طعم من غير صورته؟ طب ايه رايك بقى، انا ما بشتريش المجلات دي الا عشانه. على العموم ما تزعليش، عندي ليه صور كتير في مجلتين هيشهم لك. والنبي صحيح لا وريني. اتفضل. يا زوبة حرام عليك، وفري فلوسك، ده انت بتشقي بالقرش والمجلات دي غالية عليك. مالك انت ومال الفن والممثلين؟ ده عالم تاني ما انتش قده. ولا تكونيش يا بنت عاوزة تطلعي في السيمة. وهم يعني اللي بيطلعوا في السيمة أحلى مني؟ من جهة الحلاوة مفيش كده، إنما بقى البخت نجيبه منين؟ لا معنى للحياة مع اليأس يا جنيدي. الله الله، ده انت بقيتي بتفهمي في السياسة كمان، ما تعملي لك منبر في المرة. وحياتك لا يحصل، وهسميه منبر وجدي وليلى مراد. دم خفيف قوي يا مضروبة. أيد على الحساب يا جميل. ماشي يا حلو. يا جميل أنت يا طعم. يا ما نفسي أشوفك شخصيا. أنت أصلك ما تعرفش أنا بحبك قد إيه. تصدق باللي خلقك انا محبتش الافلام العربي اللي عشانك. اه على فكره انت لما تشوفني هعجبك قوي. اي والله يا عادي، لسه ما بتديش في الاكل وسايبه الدنيا بره تضرب تقلب وعماله تكلمي الوحيد بتاعك ده. حالا يا ست، 5 دقايق كل حاجه هتكون جاهزه. تعالي هنا يا مصطفى. لا رانتي تعالي هنا. حرمتي يا بنتي، حرمتي. ايه 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 ايه؟ اعمل فيك ايه؟ اضربك؟ انت لسه ما ضربتنيش. هي بنت انت جبتي على الضرب خلاص. انت ايه جدتك نحست؟ وهي ست قبل وست منال اخر مره. طب اما اشوف، انا هنزل دلوقتي التلفزيون، عايز ارجع الاقي البيت زي الفل. قشطه. والولاد لما يجوا المدرسه تحميهم وافليهم واحط لهم جاز. الجاز ده تحطيه في شعرك انت. لا والنبي يا ستي، ده انا شعري زي الفل. هتسالي الكوفير بتاعي. كو ايه؟ الكوفير. انا مش بروح لاعمل شعري كل يوم جمعه. والله عادي، عشنا وشفنا شغالين اخر الزمن. بقول لك يا زوجه، لما البي يصحى قولي ان انا رحت التلفزيون عندي تسجيل من عناد.
على فكرة يا سيف، الدعاية اللي حضرتك عملتيها في التلفزيون عن الصراصير حلوة قوي. عجبتك يا زوجة؟ ايه اللي عجبتني؟ دي من كتر ما هي ناجحة، الصراصير أول ما يشوفوا حضرتك داخلة المطبخ يقولوا لبعض كبسة ويروحوا مستخبيين. جاتك دافي. عارفة لو رجعت ولقيتك ناسية حاجة ما عملتهاش، هعمل فيكي إيه؟ هكسر عقلك. لا مش كده وبس، هقطع لك كل الصور دي. يا لهوي ده والنبي يا ست، قطعيني أنا، إنما الصور لأ. طب خلاص، ما تنسيش صحي به الساعة 10 عشان عندي شغل في الاستوديو، والفطار يكون جاهز. مفهوم؟ مفهوم. باي باي. باي. كل يهون علشانك يا وحوح. سيدي سيدي هتصحى بقى يا سيدي 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 اصحى بقى يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي انت فين يا سيدي؟ من الهاتف والداعي؟ انا يا سيدي. اصحى بقى. انت مين؟ انا زوبة. مش عايزين النهارده. اصحى بقى يا سيدي. امال العيال ناموا يا سامية؟ انا مش ستي يا سيدي، انا خدمتك زوبة، والنهار طلع والعيال راحوا المدرسة من بدري. امال البعبع فين؟ راحت التلفزيون. هي مين في التلفزيون؟ ست سامية. وهي ست سامية بعبع يا بنت؟ مش حضرتك اللي بتقول كده يا سيدي؟ الله، انت هتجيبي لي تهمة على الصبح؟ افرض انا بقصد واحدة تاني، تاخديها انت ليه على الست يا زوبة؟ انا قدها ولا قد لسانها اللي زي العقربة؟ معلش يا سيدي انا غلطان. عاوز انا ما اقولش للست ان انت قلت عليها لسانها زفر وزي العقربه؟ والنبي يا سيدي. خلاص جهزي لي الفطار واعملي لي كده فنجان قهوه محوج عقبال ما البس. من عينيا الاثنين. تسلم عينيك. واحد اثنين، خالتك ام حسين، ثلاثه اربعه، احنا المطبعه، خمسه سته، خمسه في سته بثلاثين جنيه. الله، اما افطار لذيذ بشكل. بالهنا يا بيه. تسلم ايدك يا زوبة. هنا والشفا. يا سلام سلم، وفنجان قهوة محوج بس محوج على الشمال. انا كنت عايزة عايزة حاجة يا زوبة؟ أنا كنت. إيه يا زوبة؟ عايزة إيه؟ قولي ما تكسفيش. أنا عايزة أشتغل في السيما يا بيه. مش أنت بتقولوا عايزين وجوه جديدة؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ ده الممثلات مفيش أكتر منهم، دول زي الهم على القلب، إنما الشغالات أنت اللي زيك بقى، هما اللي نادرين. خليك أنت في المحمر والمشمر يا زوبة. والنبي يا بيه، ده أنا نفسي أمثل يا بيه، ده أنا بعرف أعمل كل حاجة. بكنس واغسل وامسح وارقص واغني معي. طب استنى حوريك. انا عارف يا زوبة انت هتقولي لي، انا عارف انك موهوبة وعندك مواهب محترمة، بس فين؟ فين المنتج اللي يدي الواحدة زيك انت فرصة؟ ما بيجروش غير ورا الاسماء اللامعة. انا لو معايا فلوس يا زوبة، لو معايا فلوس كنت عملتلك فيلم استعراضي يكسر الدنيا. يا ريت يا بيه. كنت عملت منك نجمة فاتنة لامعة نادرة. بيه. نعم. إن كان على الفلوس ما تحملش هم، أنا محوشة قرشين. محوشة كام يعني يا زوبة؟ محوشة 16 جنيه مع الست. 16 جنيه؟ آه. بس يعني يمكن الفيلم يتكلف أكتر من 16 شوية. أكتر من 16؟ تقريباً كده يعني. ولا يهمك يا بيه. خد أنا معايا حلق ذهب أهو. يجيب له النهاردة بتاع 16 كمان. ده أنت فنجرية أوي يا زوبة. يلا بقى. أيوة بس يعني يا زوبة. إيه تاني يا بيه؟ هقول لك. إيه؟ خد. ادي الجنيه وربع اللي حلتي، وان شاء الله ما رحت للكوفير الشهر ده. اتفضل. ظن بقى يعني هيبقى اكبر فيلم. يا بنت شيلي فلوسك دي، ده الفيلم بيتكلف كذا الف جنيه. يا لهوي كذا الف جنيه؟ يا خساره. استني يا زوبة ما تيأسيش، مفيش حاجه بعيده على ربنا ابدا. صح والنبي، يعني هيجي يوم كده واشتغل في السينما وابقى زي سميرة حسني واشتغل قصاد وحيد فهمي؟ في ايه يعني؟ وانت قال لي يعني من نفيسة جرب ولا جاكلين برعي وهم بيعكوا دلوقتي منتجاتهم وبيلعبوا بالفلوس لعب وما عندهمش المواهب اللي عندك. انت موهوبه ومواهب ما حصلتش. والنبي وهم ماشيين بيعكوا معاهم. سميرة حسني بت دي دلوقتي عليها العين، وبعدين بقت نجمه فراندا. قصدك نجمه شباك؟ مفيش حاجه اسمها نجمه فراندا. انا شباك هي فراندا عشان كبيره. لا مفيش فراندا. انا بعدين هفهمك ارجوك.
يبقى شوف سعاد حسن. مشغولة. نادية لطفي؟ مشغولة برضه. هو دول البطلة صعبة قوي قوي. خلاص يبقى اتكل على الله وهات عدوية. ما ينفعش؟ عدوية؟ اه بس عدوية ده راجل دور واحدة ست. يمشي حد واخد باله؟ لا مش حكاية مش واخد باله. ليه؟ انا بعدين هفهمك. ارجوك انا برتاح في الشغل معاك قوي عشان انت المخرج الوحيد اللي بتفهمني ومش هتلاقي حد شغال غيري. الله يكرمك. والان نقدم لكم الراقصة المشهورة نجمة المطبخ والسينما والتلفزيون حبيبة الملاعبين زوبا زكي. ما شاء الله ما شاء الله. بريئة والنبي يا بيه بريئة. ايه يا بنت المواهب دي كلها؟ صح يا بيه والنبي انا موهوبة. الا موهوبة ده انت موهوبة من كل حتة. جبت المواهب دي منين يا بنت؟ جبت المواهب دي منين يا بنت؟ كانت مدفونة يا بيه. من النهاردة لازم تظهر على وش الدنيا. يعني هتطلعني في التيمة يا بيه؟ اه طبعا بس لازم الاول بقى امتحن مواهبك. اتفضل يا بيه امتحن. اه طبعا همتحن. انا معقول اشوف المواهب دي كلها وما امتحنهاش؟ اتفضل يا بيه. انا همتحنك بقى في مشهد عاطفي غرامي ملتهب. لا غرامي يا لهوي. يا خراش يا فرحات يا خراشي. همتحنها ازاي دي بس؟ تعالى يا بنت وريني مواهبك يا بنت. سنتي مالها؟ بتوجعني. شوف لي اي علاج حالا. فين؟ فين 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 انت بتدور على ايه هناك؟ سنتي هنا. اه صحيح افتحي بقك. يا ساتر انا مش شايف قدامي غير صفين لولي. لا ارجوك شوف لي اي علاج حالا سنتي بتوجعني. اصل انا مش حكيم اسنان. ايه امال حكيم ايه حضرتك؟ بيطري. بيطري؟ لا 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 قصدي حكيم نجوم بخرج افلام بعمل نجوم الفيلم الخام. حكيم نجوم بخرج افلام بعمل نجوم الفيلم الخام. اعرف مواهبك تلمع فين ده انا اشتهر على يد ميتين. هطلعك بينهم وحشرك عنهم. اسمع يا فرفور انا اعرف اني ببقى شيك قوي في اللبس حتى لما بلبس حاجه وحشه. عشان ما تثبتي ده باساس تفرجيني يا بنت الناس. وبتجي من فين؟ ما تعرفيش اني هخرج كل افلامك وبين ايديك هكون بالكاميرا خدامك. بتقول خدامي حضرتك؟ طيب
ورسمني عليه اللي مكتوب فيه يتمثل معرفش احكي بتهبب ايه بس استني انت كل حاجه تحشر نفسك فيها حتى كتفي اعتبري خلاص انت البطله جنبك انا حلزق طوالي عايز اعرف اللقطه ازاي تعمليها لي كده ما اعرفش ما تعرفيش ازاي طب ما تعبطش والله يا عادي يا فرحات اظني مفيش مسخره اكتر من كده والله يا عاش بتستخفيني مع شغاله عندي وفين دي بنتي لا 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 دي 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 دي, دي, دي مش شغاله دي بنت صغيره بنربيها عشان كده كبرت فيك التربيه يا صفت رنا لو النبي يا ستي ده كان بيعلمني التمثيل ايوه فعلا انا كنت بعلمها التمثيل انت تخرس خالص انت هتنقطني انا ايوه حاضر وانت اتفضلي لا المسخره اللي انت لابساها دي ولما يدوبك مش عارف اشوف وشك كده تاني يلا اتفضلي من هنا ومن هنا تاني ربنا بس ده ماليش غير ربنا وانتو ماليش غير ربنا وانتو انت تسكت خالص انت سبب كل المصايب اللي انا فيها دي انا ايوه حاضر اتفضلي انا بقول لك امشي برا ضعنا في الامتحان الذي لا يكرم المخرج فيه ويهان عندك لوحدك في ساعة زي دي أعمل إيه؟ مش لاقي حتة اتوى فيها أنت منين؟ أنا ما أعرفش أنا منين أنا مقطوعة من شجرة وكنت بشتغل عند ناس وطردوني طب تعالي ما تخافيش اركبي معايا امال طردوكي ليه؟ ما عملتش حاجة استاهل لازم سرقتي حاجة لو النبي يا ست انا مش حرامية طب بس انا عندي ليكي شغلانة كويسة انا عندي شقق مفروشة هشغلك في واحدة منها ربنا يستر عرضك بس خلي بالك من البيت من عينيا الاتنين Do you love me? Do you?
تاني تاني مرة. برافو برافو حلو. برافو برافو حلو. شو ما في تلج؟ ولك بيجي تلج. ها هاتوا زوبة تلج زوبة. لا 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 يا لهوي يا لهوي يا لهوي. اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. يوكت كنا واي شكرا يا زوم. العفو. شوفي مين الحال. على فين يا ستة؟ اديله خبر بس ما يحكمش. حمادك بتحبك يا بنت. ايه البلاوي اللي انت جايبها دي؟ لا دي بنته غلبانة. تعالى اما احكي لك حكاية. تعالى. حبة تلج يا زوبة. ها؟ تعالى. ميالك. انت لحقت تفوق؟ طالع حلوين شوية هدايا سكرية كده بس عشان تفتكروني. جميلة قوي ميرسي قوي يا شوشو. مبروك قوي. الله يبارك فيك. جميلة قوي. اتفضلي حالي. شوان حلو. ذوقك بيزن. انت اللي بتجنني يا ماما. انت بقى زوزة قطر عشان لما تقوم الصبح. جميلة قوي. يا حب. مع السلامة. وش تطلع دوابات. باي 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 باي. زوبة الكلب يا زوبة. ايه ده؟ انا كده مش معقول كده. ايه ده؟ مالك يا وسخ بقى بتسموا النظافة وسخ؟ امال اللي انتوا بتهببوه ده اسمه ايه؟ ميه زوبه. ايه يا بنت اللي انت عاملاه ده؟ ايه يا سيدي؟ الاكل العظيم ده. ده بس من اصلك يا سيدي. ده انت عليك طبيخ اطعم من اي اكل دقته في حياتي. على قد ما اعرف. لا بقول لك ايه؟ من هنا رايح اعتبر نفسك مسؤول عن البيت ده تماما. اكليني اي حاجه انت عايزاها. حكم انا ما استطعمش الا الحاجات الهايفه اللي كانت المرحومه امي بتاكلها لي وتخمني فيها. بالهنا والشفا يا سيدي. التلج يا زوبه. التلج ايه يا سيدي؟ انت لحقت تفوق. اللبن اهو. لا كفايه لبن يا زوبه، تعبت اقصد زهقت. اشرب اللبن عشان تشد حيلك. ها؟ زوبه. نعم. لو اي حد جه او سال عني انا النهارده اجازه، يعني اقول لهم سافر. يسلم فمك، عملت طيب والنبي يا سيدي. ايوه كده انتبه لصحتك. انا صحتي زي البوم بس النهارده واخد اجازه. لا مؤاخذه يا بيه. هو حضرتك بتشتغل ايه؟ ليه؟ عندك شغلانه ليه؟ استغفر الله يا بيه. امال بتسالي السؤال ده ليه يا زوب؟ اصلي مستخسره فلوس حضرتك كده بتروح يعني. يا ريتها يا ست تضيع. مش احسن ما اموت واسيبهم. بعد الشر عنك يا سيدي، يحميك لشبابك. تعرف يا زوبه؟ انا عندي 3 عمارات وعندي فلوس زي الرز. ولا عندي ولد ولا بنت ولا ام ولا اب. صور السيف لي اب وانا ماليش. ده مش لازم اصرف واتمتع وهيص قبل ما اتكل واسيبهم. بعد الشر عليك يا بيه، ربنا يرزقك ببنت الحلال اللي تملى عليك البيت عيالك. بنت الحلال منين يا زوبه؟ اللي بيجوني هنا عقدوني من الجواز. اقول لك التلج يا زوبه. مسكين.
حلاوه. عيني يا عيني. ايه ده كمان؟ ايه انا يا ترى هتديه لمين؟ روحي يا نبيله انا اساه. النبي هياكل من وسطك حته يا بنتي يا زوبه. يا خساره بس البخت. يلا بقى يخرب عليك يا زوبه. والنبي يا بيه ما تبقاش طايش يا بيه. انا بنت جلبانه وما حبتيش جاب شرف يا بيه. كفايه اللي بيقول لك عايز تنهب. انت احلى منهم كلهم. بقول لك احلى منهم. مش عارف خلي بالك. انا خدمتك يا بيه. مش من مهمك يا بيه. مهم مين؟ مهم ليه؟ ده انت بالرات ورات اللي خلفوني. والنبي يا بيه يا خرب عليك يا بيه. عادي يا بيه. مركبه حاجه في رجليكي؟ بس خلاص. ايه ده؟ ما شاء الله عليك نجحتي. يعني انا كنت بمتحنك. بمتحن اخلاقك الحلوه، اخلاقك النبيله العظيمه، اخلاقك الجميله. وحياة النبي لو قربت مني لاكون رامية نفسي من الشباك ويبقى ذنبي في رقبتك. طب خلاص 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 ما تخافيش. مصيبه ايه وشباك ايه؟ انا خارج. بس ما تمشيش ها؟ ما تسيبيش البيت، ما اقدرش استغنى عنك. مين يجيب لي التلج بعدك يا زوبه؟ انا خارج خلاص. الفيلم بيتكلف كذا ألف جنيه. يا ريت معايا فلوس يا زوبة، كنت عملتلك فيلم استعراضي يكسر الدنيا. دول سالف
وهرجعهم لك على طول. انا هعمل بيهم مشروع، واول المشروع ما ينجح هرجعهم لك وزياده شويه. ولازم تعرف حاجه، انا مش حراميه كده. كويس. اللندة خدمتك زوبه. السلام عليكم. كده نبقى خلصنا ضميرنا، وكمان مش حراميه. الست لو شافتك هتبهدل الدنيا. ما تخافش يا بيه. لا ما اخافش ايه؟ اعملي معروف، انا ما اقدرش ارجعك الشغل تاني. شغل ايه يابا؟ ده انا اللي هشغلك. الله. انت اللي شغليني؟ ايوه. هتشغليني ايه بقى يا ست زوبه؟ سفراجي ولا مرمطون؟ عايزك تعمل لي فيلم على حسابي. واعمله بايه يا بت؟ بفلوسي. برضه مش فاهم حاجه. اتفضل. رحمة يا رب رحمة. بنت يا زوبة قولي الحقيقة، انت جبتيهم منين؟ انت ورثت ونسيس ولا سرقت البنك الاهلي؟ فشل، انا مش حرامية، انا ورثاهم. ورثتيهم منين بقى يا زوبة هانم؟ من عامي اللي كان في البرتغال. في البرتغال؟ وده كان بيشتغل ايه؟ كان بيبيع برتغال. كان بيبيع برتغال وساب لك دول. امال لو كان بيبيع بطيخ كان ساب لك ايه؟ شوف بقى. المهم انا عايزاك تعمل لي فيلم توري الناس دي كلها مواهبي. انت مش كنت بتقول محتاج للفلوس؟ الفلوس اهي، مستني ايه بقى؟ زوبة انا هعمل لك فيلم يكسر الدنيا. شوف يا زوبة هاني، بس انا بقى ليا شرط. شروطي؟ اول فيلم يكون البطل فيه وحيد فهمي. ان شاء الله حتى تطلبي انتون كوين هجيبهولك. لا، خلي الواد انتون ده الفيلم التاني. خلاص، بس احنا بس يعني ندور على القصه اللي هتظهر مواهبك ونعمل السيناريو، تكون انت بقى اتعلمت الموسيقى والرقص وعرفت تلبسي ونبتدي تصوير على طول. بس ايه بقى؟ انا عايزه امثل وغني وارقص واهد الدنيا. بفلوسك اعملي كل اللي يعجبك، ان شاء الله حتى تعملي عجين الفلاحه. وقد تمت المعاينه ورفع البصمات من على الشنطه. اقفل المحضر. اطمئني يا استاذ شريف، باذن الله هنتحرى عنها بكل دقه وهنقبض عليها قبل ما تتصرف في الفلوس. متشكر يا فندم. لو سمحت امضيتك. شكرا. متشكر ليك. متشكر. التلج يا زوب. الله يخرب بيتك يا زوبه. بالشوكه والسكينه. الورقه اهو، امسحي ايدك. ايدك. انت هتفتحي بطيخه؟ انا مش عايزه اكل اللحمه، انا هاكل المكرونه. كل اللحمه الاول بالشوكه والسكينه. مش عايزه اللحمه، انا عايزه المكرونه. مش برافو. بونجور. بونجور. لا لا لا، بونجور. بونجور. كويس قوي قوي قوي. بونجور يعني ايه؟ صباح الخير. عظيم. ها طب وبونوي؟ بونوي. ها
يعني ايه؟ العواف. عواف؟ في فرنساوي العواف. في فرنساوي العواف يا بيه. خدتكم بالعافية، خدتكم بالعافية. معلش يا مسيك، معلش. تنسي انك كنت شغالة، والمطبخ والغسيل والمسح والكنس دول ما تجيبيش سيرتهم خالص. حاضر يا اسطى. مفيش يا اسطى، واخدة بالك؟ انت دلوقتي نجمة كبيرة، اسمك سلوى فريد، اللي بكرة هيلمع في سماء الشهرة والمجد. اسمك ايه؟ وحيد فريد. وحيد فريد؟ وحيد فريد ده مصور كبير وحاجج. اسمك سلوى فريد. اسمك ايه؟ سلوى فريد. عظيم. هوايتك ركوب الخيل والسباحة واليوجا. هوايتك ايه؟ ركوب الخيل والسباحة والانشوجة. انشوجة؟ معلش يا بنت، معلش يا فندم. يا زوبة، يا زوبة انسي المطبخ بقى. خلاص. اليوجا الايه؟ يوجا. ايوه اليوجا. انت كمان عضوة في نادي الجزيرة. ما شاء الله. امك تيزا عيشة هانم لزغلي. جدك سلطان باشا اللي فتح عكا. جدك عمل ايه؟ عجه. عكه عكه، ما تفضحناش، بلاش تفاصه. جدك فتح ايه؟ عكه. برافو. اهم حاجه بقى بعد كده تخلي كلامك مزوق، يعني تقولي ايه؟ ربما، حيثما، ولذلك، اطلاقا، وتكتري من اطلاقا ده. طب الكلام ده اقوله كده من غير مناسبه؟ من غير مناسبه. امال هيعرفوا ان انت مثقفه منين؟ اطلاقا. كويس قوي، تعالي. بس احتمال لو حصل انه نط من البلكونه. لا يا بونجور. انسه سلمى. ايه ده؟ انت هنا يا مدام؟ ازيك؟ والله عالية زمن ولسه. استاذ وحيد، نخش بقى في الموضوع. طب سعادتك خش وابقى اندهني. لا لا لا، عايزين نتكلم هنا في السيناريو ونحدد الشخصيات عشان نبدا التصوير وندبه في كام يوم. ندب؟ احنا هنبتدي التصوير في استوديو نحاس بالاستعراض ان شاء الله. وماله، ندبه في نحاس. على فكره في دور ثانوي صعب جدا، يا ترى مين هيعمله؟ دور ايه؟ الشغاله. انا بقول ان حضرتك احسن واحده تعملي الدور ده، اصله محتاج لممثله قديره زي انا. العب دور شغاله فيلم من اخراج جوزي كمان؟ دي اهانه. ومالي يا حبيبتي، ده تمثيل. ثم هم الشغالين كفروا، ده من غيرهم بطلوس وما تعرفوش تروحوا شغلكم. عن اذنكم. الله، هي المدام زعلانه ليه؟ سيبوها على راحتها، ولو ان يعني دور الشغاله ده دور مهم وهادف وهياخد عطف الجمهور. خلاص يا اخوانا، مدام كلنا جاهزين، نتكل على الله ونبتدي التصوير يوم السبت اللي فات. معقول اللي فات انت راخر؟ سبت ايه اللي فات انت راخر؟ ده تخيبه في جهك. يخزي اللهم صلي على النبي. يا اموره يا ست الكل يا اللي هتمسحيهم كده مسح ان شاء الله، وفيلمك ده هينجح نجاح ان شاء الله. ما تخلي يا حبيبتي. انت عارفه سميره حسني؟ مالها؟ انت احلى منها 100 مره، وضفرك برقبتها كمان. صحيح والنبي؟ الا صحيح، كل دول طالعين من تحت ايدي وحياتك. امال ايه؟ انا الوحيده اللي عارفه الزير وغطاه. ان ما خليتهم يبيعوا ترمس، ان ما خليتهم يقشروا دوره، ما بقاش انا نعيمه مراد. تصدقي بالله يا ست سلوى؟ لا اله الا الله. انت عليكي جسم يهبل زي سميره حسني كده.
سميرة حسني دي ده انت قمر ما شاء الله. هو هي فيها جسم ولا فيها شكل؟ اسكتي اسكتي، ايديا دول اللي بيحطوا لنا الحشو في الفساتين. خدي ياخد عدوك يا اميره يا بنت القمر، ينجحك في كل مشهد ويكتب لك في كل لقطه سلامه يا اميره يا بنت القصور. ولع 17. سكوت سكوت. الاستعراض الاول لاول مره. كلاكيت اتفضل. اكشن. الاستعراض الاول اول مره. برافو 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 برافو. حاجة هايلة، حاجة عظيمة. ايه ده يا بنت يا زوبة؟ قصدي ايه ده يا سلمى؟ انت اثبتتي انك فنانة عظيمة. استاذ فرحات احييك من قلبي. شكرا. انت اهديت السينما بطلة كلها نشاط، كلها حيوية. شكرا. كلها هو انا عملت حاجة؟ البركة في الاستاذ فرحات حضرتك طبعا. شكرا. انا ما عملتش حاجة. انا اشتغلت مع بطلات كتير. اشتغلت مع اليزابيث تايلور، ماريتا تورشي. تورشي؟ في نجمة سينما اسمها تورشي؟ الله، الفيلم اللي عملناه السنة اللي فاتت في الملاحات. أنا ما عملتش أفلام في الملاحات. مش أنت؟ المهم المناسبة السعيدة دي بمناسبة بطلتنا الجديدة العظيمة، أنا عازمكم النهاردة على العشاء. شكرا. تحية لسلوى هانم، وتحية لفيلمنا الكبير الاستعراضي اللي بنعمله دلوقتي. شكرا. بس ما قلتليش اسمه إيه؟ بعدين هبقى أحكي لك موضوع ومين اللي بيمثل فيه.
تصبح على خير يا حبيبي. وانت من اهله هتسيبيني خلاص؟ اعمل ايه؟ عندي غسيل عندي تصوير الصبح بدري. تصبح على خير. وانت من اهله. معلش يا روحي تولتيني. تصبح على خير. يعني ايه زلزال وجوه؟ جوه. فين؟ في اوضه المكياج. الله هي سلكلتك ولا ايه؟ قريت؟ اتفضلوا يا اساتذه جاهزين؟ اتفضل يا استاذ. ايه ده؟ ده الاستاذ وحيد جايب الحلويات دي بمناسبه نجاح الانسه سلوى. بمناسبه نجاح الانسه سلوى ولا بمناسبه المناسبه حطها؟ حاضر. ما حدش هياكل منها. برا. حاضر. كلاكيت. ما تصحنيش ما تصحنيش اديني كتفك عليه امان كتفك لخدي مخدريش صحن عيني ست هانم. انا بقول ستوب من الصبح. ستوب ستوب. انتوا ايه واخدينها جد؟ احنا بنمثل. بالعكس يا استاذ فرحات، دي اول مره في حياتي ايوه احس بالحب الحقيقي.
عشان كده انا ناوي اتجرأ يا استاذ اطلب ايد الانسه سلوى. يا ترى يا ترى هتوافق ولا لا؟ انا وافق. ده ونص ده خدامك. استنوا بس اما نخلص الشغل وبعدين ابقى احبه. جاهزين؟ جاهزين. هنبتدي من الاول. اكشن. من فضلك. هاي فيلم نجمة الموسم بيصوروا فيه دلوقتي؟ اه جوه. والبطلة موجودة؟ موجودة جوه. طب هي فين دلوقتي؟ جوه في بلاتو. انا شفتك قبل كده في السين. ممكن تورينا هي فين بالظبط؟ اتفضل. فاكر الاستاذ محمد الكحلاوي؟ لا مش في دولة. عذراء سمراء ممشوقة الأد لم يسبق ليها جواز من حد. ترغب عريس تحت التأسيس مقطوع من شجرة وملهوش حد. يا كبدي يا وحيد أهي دي اللي مناسباني بجد. مين؟ أنا وحيد اسمي وحيد. أنا وحيد اسمي وحيد في الوحدانية الجوانية الوجدانية العاطفية بنافس الأستاذ فريد. تتجوزيني اسمك ايه؟ مؤهلاتك هي ايه؟ من ناحية الاخلاق مفيش اهل الحقيقة مربونيش. من ناحية الاخلاق مفيش اهل الحقيقة مربونيش. ما كانوش عليا مركزين بين البنات وبين البنين. ما كانوش عليا مركزين بين البنات وبين البنين. اخواتي 44 فيربوا مين بقى ولا مين. وهكذا شبت وحيد. وهكذا شبت وحيد. ها ما نعتلكش يا سي وحيد. أرملة سنها 25 ميسورة ولها 5 فدادين ومعاش وإيراد وعلى استعداد تتجوز عازب في 30. أهو برضو نشوف دي تطلع مين. مين؟ أنا وحيد اسمي وحيد. أنا وحيد اسمي وحيد بنافس الأستاذ فريد. تتجوزيني يا شابة ياسمك ايه؟ مؤهلاتك تبقى ايه؟ انا في الوجاهة شكلي بيه وعندي مليون جنيه. انا في الوجاهة شكلي بيه وعندي مليون جنيه. وبعاني من كتر الفراغ وعندي تفريخ في الدماغ. وبعاني من كتر الفراغ وعندي تفريغ في الدماغ. وقلبي خالي من زمان فرمي قد القرش الساغ. بيخر حط على ما فيش وبقيت مانيش عارف اعيش. ومانيش سقيط ما انا وحيد. السم السم يا سي وحيد. شجراء ويتيمه وليها ظروف. منعنها وليها ظروف. منعنها يتيم. انا وحيد اسمي وحيد.
انا وحيد، اسمي وحيد، بنافس الاستاذ فريج. تتجوزيني يا شابه يا اسمك ايه؟ ومؤهلاتك ايه؟ الصحة عال، الصحة عال، الصحة عال، والقش عال، ونفسي في بنت الحلال اللي تجيب صربة عيال. وتمانية صبح يا نع الشمال، عدي سعبانك هنا على اليمين، وتمانية صبح يا نع الشمال، وين مشاريهم منفوخين، آخر رضا وآخر جمال، آخر جمال، وإن شاء الله نبقى شحاتين، أهي برضو عزي وبأي حال، وبأي حال، خلوا تعدادي، تعدادي يا زياد، وأنا وحيد، اسمي وحيد. فين أنت يا ابني وفين فريد؟ معقول حسبك ساعتك التلج يا زوبة. استوب ايه يا بابا عليها رايح فين انت؟ هو يا استاذ احنا بنصور يا عالم بنصور. احنا متاسفين يا استاذ فرحات، بس ما كناش نتصور ان البطله بتاعتكم هي الحراميه الخطيره اللي سرقت فلوس الاستاذ شريف. استوب زوبة حراميه؟ انا غرب شريف والله يا بيه، انا ما سرقتش حاجه، انا خدت الفلوس دي سلف، قلت هعمل الفيلم وبعدين هرجعها للاستاذ شريف تاني. وتقول لي عمك بتاع البرتقال بقى بنت مفعوصه زيك تسرق الفلوس دي كلها؟ مش مهم الفلوس، المهم قلبي اللي اتسرق. اهو ده موضوع فيلم جديد لازم تعمله يا استاذ فرحان. اتفضلي يا هانم قدامي. اتفضلي. قلبي سرقت قلبي كمان يا استاذ فرحات. معلش سلامه قلبك. هدي صدق ان ده يحصل زي ما بيحصل في الافلام، احنا حياتنا كده بالظبط. لا حول الله يا رب. هو ده اللي حصل، الفيلم اللي حضرتك اخرجته لي السنه اللي فاتت وخدنا فيه جوائز في المهرجان، فاكره؟ فيلم ايه؟ العذاب فوق قفاه يبتسم. ده خدنا فيه جوائز في المهرجان؟ انا وانت. انا وانت؟ لا ده لازم اتنين غيرنا. أنا مش حرامية، أنا سجلت الأستاذ شريف على الريكوردر وقلت له إني واخداهم سلف، وأول الفيلم ما يتعرض وينجح هرجع له فلوسه. قد كده كنت متأكدة من نجاح الفيلم؟ أنا كان قصدي أظهر مواهبي المدفونة اللي محدش عايز يعترف بيها لمجرد إني شغالة. هي الشغالة مش من حقها تكون موهوبة، مش من حقها تاخد فرصتها. محكمة! بعد الاطلاع على ملف القضية رقم 6607 لسنة 1982 حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة زوبة عبد السميع بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ مع مصادرة جميع المبالغ المتبقية لدى المخرج الأستاذ فرحات درويش وإعادتها إلى الأستاذ شريف عبد الرحمن، وكذلك التحفظ على جميع الأشرطة السالبة والموجبة التي استخدمت في الفيلم وتسليمها للأستاذ شريف عبد الرحمن، حيث أن تصنيعها تم من أمواله المسروقة. رفعت الجلسة. يا ترى يا أستاذ وحيد هتستنى العروسة لحد ما تقضي مدة السجن ولا هتقضي شهر العسل انت في السجن؟ معقول يا استاذ فرحات؟ ده انا نجم شباك، اتجوز صحيفة ثوابي، اوشي وري من الناس فين؟ فرحات؟ نعم يلا.
أنا متأسفة أوي يا سيدي، كان قصدي شريف والله، أنا مش حرامية. شد حيلك يا زوبة. شد على الله يا أستاذ فرحة. خدي عشان تجيبي عيش وحلاوة. فرحات طيب هات. بالرغم من انك اول واحده تضحك عليا، انما معلش انا قلبي طيب، كل يوم هبعت لك عشا مخصوص من المديريان. ليه تعملي فيا كده؟ ليه تخدعيني؟ ليه تضحكي على قلبي اللي اول مره في حياته يحس بالحب؟ منك لله، منك لله. يا بطه دي من فين يا بيه؟ ما بعرف. احسن مش دي صورة البيت اللي كانت بتعدي من هنا كل يوم؟ دي زبونتي وكنت هتجوزها، انما اعمل ايه؟ عندها تطلعات. هاو يا سيما يا سيدي. وسيتم ترحيلها اليوم الى سجن النساء بالقناطر الخيريه. القناطر؟ ايوه. هم هيسجنوها ولا هيفسحوها؟ للي زي دي لازم يخرطوها ترنشات، ما دام حراميه كده وايدها طويله. بقى انا بعد ما كنت بلبس فطاحل الممثلات، يجي عليا اليوم والبس جربوعه زي دي؟ دي جريمه لا تغتفر. يا سلام، انا قبل ما اعمل عقد اي فيلم جديد لازم اجيب البطله واعمل لها فيش وتشبيه. مسكينه زوبة كان عليها الفن. تستاهل، حد قال لها تسرق؟ قدام يا بنت تحت السيمه. احنا هنبتدي من دلوقتي. انت هتديني دروس في الجغرافيا؟ ممكن اعرف احنا رايحين فين؟ نتمشى على الكورنيش. ارجوك انا مش ناقصه تريقه. مقبوله منك المره دي، بس عشان لسه جايه جديده، انما بعد كده عينك ما هتشوف الا النور. لازم تعرفي انك في عهدة تسويش نبوية، اللي ما تعرفش ياما ارحميني. مفهوم يا بنت؟ مفهوم. انا هلقحك في عنبر 14، احلى عنبر عندنا، وان سقتي العوج هرميكي في عنبر البؤساء قدامي. مرحبا يا روح. مرحبا. سمعت عن عيشة دراكولا يا عروسة؟ لا. ولا عن بدرية فتى عينك تاكل ململ؟ لا. تبي لسه خام وداخلة في المقدر جديد. معاكي ممنوعات؟ لا. ولا سجاير؟ لا. ايه حلاوتك؟ وايه بقى سبب تشريفك هنا؟ أزمة مساكن. واسمك ايه يا شابة؟ زوبة. دي البنت بتاعت السيمة اللي اسمها الفني سلوى فريد. كان. وازاي فريد شوقي يا حبيبتي؟ بيسلم عليكي. ومحمود المنير تعال. ما تقلبيلي يا بنت فاتح حمام. ارجوكوا سيبوني في حالي. يا حبيبتي يا حبيبتي ما تشيليش الهم كده وتنخليه. ده انت لو سمعتي كل قصه واحده فينا هتبوسي ايدك وشي وضهر. زفوا عروستنا الجديده يا ولاد. انا حلوه وصغيره. انا حلوه وصغيره. خرجت من السجن على البيت، عجبني واحد بيبيع زيت، خبطته خطه لزق في الحيط، خليت سنانه مكسره. انا حلوه وصغيره. انا حلوه وصغيره. وبعدين معاك يا بنت انت يا بتاعت السيمه، انت هتقلبها لي كباريه؟ اتكدمك اقطع مرقتك. يعني عاجبكم التقطيم ده؟ ولا يهمك يا حبيبتي. قال صح كنت هتتجوزي وحيد فهمي؟ ايوه بس مفيش نصيب. خلاص يا بنت غذيه واتجوزي فريد شاوي. طلب ايدي وقلت له سيبني افكر. فكري يا حبيبتي على كيفك، ولو كان شريكي هيستناكي لما تخرجي من السجن. قال يعني هتخرج من الجامعه. بقول لكم ايه، ممكن تسيبوني ارتاح شويه؟ ارتاحي يا حبيبتي، ولو جالك وحيد فهمي في المنام خليه يجي لنا يسلينا شويه. تحبي تنامي في الروح؟ لا انا هنام هنا. اتفضلي يا حبيبتي. ادي يا شريف بيه كل اللي صورناه في الفيلم، وتقدر سيادتك تستلمه على يد المحضر. طب وده يعني ينفع يتعرض بالشكل ده؟ بالطبع لا، بس انا عبد المأمور، النيابه قالت نسلمك الفيلم وانا بسلمه لك. طب وانا هعمل بيه ايه؟ هقصقصه منظر منظر واقعد اتفرج عليه؟ يا خساره، كان حقنا كان مناه وكان اتعرض، كان لم بفلوسه وانت كسبت قرشين. ده يعتبر اعظم فيلم استعراضي في السينما المصريه والاسيويه والافريقيه. كده كده. طب ما ممكن بقى تكمل الفيلم على حسابي ما دام واثق من نجاحه بالشكل ده؟
وانت طبعا استاذ عظيم مش كده ولا ايه؟ اه طبعا، بس يعني نجيب زوبه منين؟ دي مسجونه. انا لقيت الحل اللي يخلي زوبه تكمل الفيلم. ازاي؟ هناخد اذن من النائب العام بالسماح لزوبه لتكمله الفيلم. وتفتكر انهم هيوافقوا على الطلب ده؟ احنا مش هنطلب مستحيل، احنا حفاظا على فلوس استاذ شريف هنستسمحهم ان يخرجوها ساعتين ثلاثه كل يوم تحت حراستهم لحد الفيلم ما يخلص. والله فكره يا استاذ سعد، يا ريت تكمل لنا الموضوع ده، لان يعني احسن بدل ما نهد الديكورات على الفاضي اللي تكلفت شيء الفلاني، وبكده ننقذ فلوس الراجل. الف مبروك يا استاذ شريف، هموافقوا على كل طلباتك. اه دلوقتي تقدر تطمن على فلوسك. أي. وانا ان شاء الله هشتغل لك في الفيلم بايديا واسنان لحد ما يخلص. ربنا يقوي باذن الله. اسمعي يا زوبة، انت هتخرجي دلوقتي مع شاويش مخيمر لغاية الاستوديو عشان تكملي بقية تصوير الفيلم، وانت التصريح اهو وما تفرقهاش دقيقة واحدة لغاية ما ترجعوا تاني. حاضر يا فندم. اتفضلي. انت صحيح هتشخصي في السينما يا بنت يا زوبة زي فتحية كاريوكا؟ ايوه يا شاويش مخيمر. وايش عرفك بالتشخيص؟ اصلي جاوية. وانا ما ينفعش امثل؟ لا ما تنفعش. وما ينفعش ليه؟ اهلا يا زوبة. اهلا، نورت الاستوديو. منور بوجودك. والله كان مضل من غيرك، انا بعتلك شويه رنجه وشويه حلاوه طحينيه. وصلوا يا بيه. طب يلا يا زوبه عشان تلحقي تخلصي شغلك وترجعي تاني وما يقولوش ان احنا اخرناك. يعني هتاخر على الديوان. خديها يا نعيمه بقى لبسيها. قدامي قدامي يا اللي تنشكي. احترمي من نفسك، انت بتكلمي البطله بتاعتنا دي نجمه الموس. معلش نعيمه دي قالت الحياه. معلش يا خساره. ايه انت هتفضل ماشي ورانا زي الدعدع؟ رجلي على رجلها، دي عهده في رقبتي. قطع. شوف الراجل قدامي عارضه قدامي. الله. تتجوزيني يا شابة يا اسمك ايه؟ أنا اللي جاياك يا اسمك ايه؟ أنا وحيد. ها؟ مش واخدة بالي، قلت ايه؟ اسمي وحيد واو حيد، وبنافس الأستاذ فريد. سمعتي عرضي للجواز؟ سمعت وموافقة عليه، لكن أنا ليا شروط. وشروطي؟ ارفع إيديك. أرفع إيه؟ تحتقتليني بس ليه؟ هقتل في تفكيرك حاجات ركبت غلط عشان تفوق يا اخ وتبطل عبط. اسود دي مش جوازه، دي جنازه، وعزرائيل بيها هبط. ان عضو الام امكن جديد. اسمك سعيد. اسمي وحيد. اسمك سعيد انسان جديد، انسان طبيب، ايوه قايد بيسير العصر الجديد. انسان حياته مرتبه ووقته مش ضهر هابه، مراته مفيش ارنبه في البطن بتجيب كام وليد. انا ارضى بك لو تشتغل وانا برضك انزل اشتغل، ودخلي نايدك من العمل وانت وبرضك نستفيد. طب والعيال؟ هنجيب عيال اتنين فقط هاني ومنال، ومعتمد يتربوا في غاية الجمال من غير ما اعبقنا تزيد. يتعلموا احسن علم ويلبسوا لبس التمام، ويطلعوا قصر الكلام كاملين يفوتوا في الحديد. ويعجزونا فردونا، ده الحب راح يبلغ مدى لو كان شعرنا في الحياة أسرة صغيرة بتسعيد. ستوب. برافو برافو، يلا بقى روحي عشان تلبسي لبس العروس عشان تلحقي تروحي. خلي نعيمة تلبسها بسرعة. حاضر يا استاذ. ده زمن مهذب بقى، انا البس حرامية ورد سجون بعد ما كنت بلبس شادية وفاتن حمامة وزهير رمزي؟ هي دول اللي غرق فيها ايه يا اخواتي؟ اتميلي استني. مستعجلة على ايه؟ وراك التشريفة؟ ناقص كام شوطة؟ شوطة لما تاخدك عليها العوض السيمة واللي بيشتغلوا في السيمة. الله يسامحك.
استني اللي تنشكي لما كسم الفستان عليك يا سجينة زندة. حاضر يا نعيمة. نعيمة؟ نعيمة حد كده؟ متأسفة. حاضر يا نعيمة هانم. أيوة كده عدلي كلامك وتعلمي الأدب وعرفي أنت بتكلمي مين. يا خريجة البوكس فورد. أنت كمان إيه هتلطشي كيس فلوسي؟ الله يسامحك. ما أنا عارفاكي تسرقي الكحل من العين. لازم الواحد يعد صوابعه قبل ما تمشي من هنا يا بنت أرسين لوبين. خدي يا أختي خدي عفاري وحصليني على البلاتو. فينا للمأذن سوا غنى قلبي نور الهوى شعل الويل على مستوى اللي يلمسه حالة يقيد بينا وتجي بينا. فينا للمأذن سوا غنى قلبي نور الهوى شعل الويل على مستوى من يلمسه حالا يقيد بينا. بابا بينا بينا للمأذن سوا غنى قلبي نار الهوى شالوا بقى على مستوى يلمسوا حلقة بينا. أحسنت يا رائعة فعلا. لحظة على يا زوبة اليوم دي تخليها لما تصل هناك. حكم انتي ما كنتش من صباح ربنا. خلي بالك من نفسك. مع السلامة يا زوبة ما تتأخريش. أستاذ فرحة أفندم أنا مش هغني في الفيلم بقى. أنت مصمم برضو؟ أوي. النيابة مش هتوافق. ما تاخدينا نمثل معاك يا بنت يا زوبة إن شاء الله بلومتنا. ده أنا أعرف أمثل دور فقير شوقي كويس أوي. أضرب وأكسر وأحد الدنيا. تعالى يا بنت منك لا أحسن أخش أنكد عليكم. نمت عليك يا حيطة. اهدي لو اشتغلت في السيما تجيب دولاب. بابا حبيبي روحي. لا بابا ولا ماما. نعم انت هتلم هدومك وهتيجي تعيشي معايا بورسعيد. بامكان على احمد دايما تشتغل في يا بابا. انا بحاول اعمل حياتي بالمزيكا. رجع شويه مش زي مش هي حلوه روحي. يا بابا انا بحاول اعمل حياتي بالمزيكا وسعيده بروايتي دي. طبعا ما هو الكلام الفارغ اللي في الحياه يسعده بنت مجنونه زي حياتك. بابا انا ما عملتش حاجه. ايه فكره؟ ايوه فندم. ايه الاخبار؟ 10 دقايق والنسخه الاولى تطلع كده. الف مبروك. الله يعني الله يبارك فيك. يعني نصرف القسط. اصرفوا لي. الف مبروك يا مرحبا بيه. الله يبارك فيك يا حبيبي. عظمه على عظمه على عظمه. كفايه عظمه واحده لا تقف في زورك. لا يا استاذ فرحان فعلا انت اثبتت انك مخرج الروائع فعلا. الله يخليك. بس تعرف كان يبقى احلى كتير لو عملت لي اغنيه وحطيتها في الفيلم او في الاشاره. في الإشارة؟ أيوة أنا أحب أغني في الإشارة. بس أنا خايف لا تتقفل عليك الإشارة. معلش اديني 10 تذاكر واتفرج على فين؟ ما كانش يتعال. طب معلش اديني 10 لبكرة. ده حجوز لمدة شهر يا أستاذ. أنت عاوز إيه يا أستاذ؟ عاوز 10 تذاكر، معايا 8 وتذكرة ب 3 جنيه. ب 50 قرش يا تجنيه يا راجل. بكرة مش هتلاقيها ب 5 جنيه يا أستاذ. طب معلش عشان خاطر ادات لي 10. خد ال 8 دول واجيب لك 2 من واحد سنين. أنا عاوز أعرف إيه اللي غلى التذاكر بالشكل ده؟ البطلة دي معجزة يا أستاذ.
ما سواكش نقدر عيش من غير الحب. كده زي الطير اللي مالوش ريش من غير الحب. مهما ما تصورش نقدر عيش من غير الحب. كده زي الطير اللي مالوش ريش من غير الحب. والحب الحب يا عيني عالحب. الحب الحب يا عيني عالحب. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. البت دي خام يا سلام. عقلها متشبع بالأفلام اللي بتدور حوالين الحب. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. البت دي خام يا سلام. عقلها متشبع بالأفلام اللي بتدور حوالين الحب. مش عايشة الواقع والتزامات بالالتزامات بالضروريات. صح صح يا بنية من الروايات. انتي ما وراكيش غير الحب الحب الحب. الحب عشان يصبح ملموس في العصر ده هو محتاج لفلوس. اللقمة الأول والملبوس بعدين في الآخر يجي الحب. الحب ساعتي ما كفاية. إزاي؟ خدوا بالكم وياي أخدوا بالكم وياي. لو في اتنين بيحبوا بعض حيعيشوا في أي مكان على الأرض ويكافحوا مسمى بعدين ويحققوا كل أمانيهم ويقيموا من العشة سرايا سرايا. الحب ده عملة ما نضمنهاش والبنك كمان ما بيصرفهاش. أبي حد بيد أهلي ببلاش ده بيدفع دم القلب وكاش. اسكتي اسكتي ما تفكرناش بالحب ووجع الجيب والقلب. فيها حاجة ببلاش قلبي وغلط في غلط مية المية. ردلي من فضلك على دايا من غير تهوي. في حد جاك يشفى من الحب. لا 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 ما فيه. او في عطشان يلتوي من الحب. لا برضو ما فيه. او في عريان يتكسي من الحب. ازاي ما تجيش تزرق والحب لوحده زرق وسدح من قلبه. والباص مع اللي يحبه خروف. مين قال كده؟ مين بقى مش مكسوب ولا شالش في ايده المصروف؟ غنغاوي فقر المأسوف على شبابه وباسم الحب. بقى يعني حنفضل مختلفين؟ كده برضو حنفضل مختلفين. اصل احنا على الهوى متفقين. لو يبقى اساس ثابت وما بين بين العاشقين. اصل احنا على الهوى متفقين. لو يبقى اساس ثابت وما بين بين العاشقين. انما لو كان مسنود بلا ملا راح يفضح اقوى وعالي
معقول العظمه دي كلها في السجن؟ بكره تخرج وتنزل على الارض حبيبي. على رايك ما طلع دلوقتي من السجن هو الطريق للشهره والمجد. فليحيا الحب الحب فليحيا الحب فليحيا الحب الحب فليحيا الحب بنستضيف المخرج العظيم الأستاذ فرحات درويش اللي قدم لنا هذه الموهبة الجديدة، وإحنا دلوقتي هنسأله عن المفارقات اللي حصلت في هذا الموضوع. أهلا بك يا أستاذ فرحات. أهلا بك يا فندم. بيقولوا إن وراء كل رجل عظيم امرأة، يا ترى المثل ده بينطبق عليك في الفيلم العظيم اللي انت قدمته لنا؟ هو في الحقيقة يعني المثل ده ممكن بالنسبة لنا يتقال بشكل تاني، يعني بدل وراء كل رجل عظيم امرأة يتقال وراء كل فيلم عظيم حرامية. هي فعلا عندها حق وطلعت صادقة في كلامها والفيلم كسر الدنيا. ما هي دي المصيبة، انها مش حرام واحدة زي دي بعد النجاح الكبير اللي حققته ده تفضل برضو مسجونة. ادي الله وادي حكمته، ومن وجهة نظر القانون هي مجرمة فلازم تاخد جزاها. تفتكر بعد ما هتخرج من السجن هتقدر تشق طريقها في مجال الفن، ولا السابقة دي هتكون حائل بينها وبين الطريق الشريف زي ما بيحصل دايما؟ والله يعني الوضع هنا يختلف خالص. انا مش عارف اقولك ايه، في منتجين كتير وموزعين كتير سايبين لعقود ممضية على بياض، الشرط الوحيد ان هي تكون البطلة. طيب يعني هي ممكن تعترض على كده؟ والله انا رايح لها زياره يوم الجمعه وهشوف رايها ايه. سيداتي سادتي، طبعا كلنا عارفين ان زوبه النجمه السينمائيه الجديده هي النزيله رقم 13 بسجن النساء في القناطر الخيريه، وانها بالرغم من النجاح العظيم اللي حققته ما زالت مسجونه بتقضي مده العقوبه على الجريمه اللي ارتكبتها. لكن يا ترى مش كان احسن لها انها ما تغلطش وتفكر 100 مره قبل ما ترتكب هذه الجريمه؟ على كل حال احنا هنحاول نلتقي بها ونعرف رأيها في هذا الموضوع. شكرا لكم والى اللقاء مع تحيات احلام شلبي. ايه ده كله؟ دي جوابات اللي جت النزيله رقم 13 زوبه. شايفين او كل يوم بالشكل ده الجوابات اللي جايه من المعجبين بزوبه. الناس يصر انها جننت، ما لهمش حديث غيرها. اللي بعد يقول لها انه عاوز يتجوزها ومستني خروجها من السجن على احر من الجمر، واللي بعد يقول لها انه عاوز يتنازل عن كل ثروته على اساس انها توافق على الجواز منه. على كل حال هي تستاهل كل خير لانها انسانه موهوبه فعلا. ادخل. تمام يا فندم. تعالى يا زوبه، الاستاذ فرحات والاستاذ شريف جايين يباركولك على نجاحك في الفيلم. انا ما عملتش حاجه، الفضل كله للاستاذ فرحات. وده اسمه كلام يا زوبه، ولا بعرف اغني ولا ارقص ولا امثل، ده الجمهور كله منتظر لحظه خروجك عشان يهنيك على العمل الرائع المبهر اللي انت عملتيه. لا فعلا يا زوبه، دلوقتي اقدر اقول لك الف مبروك. مبروك على ايه؟ على اني سرقتك؟ بالعكس، مبروك على انك اديتيني اهم درس في حياتي. انت طبعا عشت معايا وعارفه ان انا كنت فاهم الحياه اكل ومرعى وتلج يا زوبه، لغايه ما خدت الفلوس وحسيت ساعتها بقيمه العمل واشتغلت، وفعلا ربنا وفقني والفيلم نجح، وكل ده الفضل يرجع لي فيه يا زوبه. انا متشكر متشكر قوي يا زوبه. قسم يا جدع حلاوه السلامه. ألف الحمد لله على سلامتك يا زوبة. الله يسلمك يا سيدي. سيبني، ده انت سبت الكل والعالم كله منتظرك بره، يلا بينا. بينا على فين؟ لا كفايه يا سيدي المشاكل اللي سببتها لك، احسن الست تنكد عليك تاني. سلام عليكم. زوبة حبيبتي الحمد لله على السلامه، اخروكي ليه؟ ده من 6 الصبح وانا واقف مستني. يلا يا روحي يلا بينا. على فين؟ ما كانش يتعايز يا ابن الاكابر، انا ما انفعكش، انت عايز واحده من طوبك وانا حيالله بنت خدامه.
اروح للي محتاج خدمتي عن اذنك. انا بحبك يا زوبة. وانا ما اطلقش. معقولة؟ سعاد حسني تقول لي كده ونادية لطفي وشادية ونبيلة السيد؟ انا مش نجم شباك، انا نجم بدرون. اهلا اهلا زوبة، الحمد لله على السلامة. انا متأسفة يا سعادة البيت، بس الحمد لله فلوسك رجعت لك وفيهم مكسب كمان. المهم تخلي بالك من صحتك وتبطل اللي بالي بالك. على شرط تقبلي تتجوزي. كان بودي يا شريف بيه، لكن انا خلاص قررت التوبة. لو عملت كده هبقى حرامية وسرقت قلب الاستاذ وحيد. زوبة استنى، اوه حد يتحرك من مكانه، كل واحد يشوف الفلوس اللي في جيبه. انا ما خدتش حاجه، وزي ما انتوا شايفين انا مش حراميه. بتاعت الفلوس وحيد.